ممكن نشوف الأسئلة للسيشن لو في زول عنده أي سؤال أي واحد. أولاً قبل ما ألخص اسمحوا لي أقوم أعرف نفسي وأقول أنا سعيد جداً جداً بوجودي هون بينكم الليلة. أنا اسمي محي الدين عمر، جاي من الولايات المتحدة الأمريكية، وخليني أقوم بسرعة كده أخبركم عن بعض المجهودات اللي نحن قايمين بها في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً في مدينة واشنطن دي سي. من بداية الثورة مجموعة معينة جاءت مع بعض وكوننا جسم معين في واشنطن دي سي، جسم غير رسمي، والجسم ده كان مكون لاستقطاب الجهات اللي هي قائمة بالسياسات الأمريكية تجاه السودان والعمل معها لتحويل أو تغيير الدور الأمريكي تجاه السودان لدعم الثورة السودانية تحديدا. مجموعة معينة نحن جينا مع بعض، والأستاذ نصر الدين أو الدكتور نصر الدين كان برضو معانا في المجموعة دي، وأنا سعيد جدا جدا أقوم أخبركم إنه بفعل المجموعة دي قدرنا نقنع الحكومة الأمريكية لحد كبير جدا جدا لتكوين أو لاختيار مبعوث معين يقوم يقود العملية السياسية الأمريكية تجاه السودان. نحن سعيدين بالموضوع ده، ونحن مستمرين لدعم الثورة السودانية تحديدا والعمل مع الناس التحديدا هم شغالين في السياسات الأمريكية تجاه السودان. والسبب هو إنه أنا خلفيتي جاية من العمل السياسي في أمريكا. أول ما تخرجت في الجامعة اشتغلت في الكونغرس الأمريكي مع سناتورة من الولاية بتاعتنا، وبعديها اشتغلت في معهد السلام الأمريكي، وبعديها المعهد الوطني الديمقراطي. أنا سعيد بوجودي بينكم اليوم، ونحن سعيدين بمعرفة وجود بعض التحركات من قبل السودانيين في الخارج لدعم العملية السياسية أو للتجهيز لدعم العملية السياسية في المرحلة ما بعد الحكومة العسكرية دي إن شاء الله. خليني بسرعة كده أقوم أختصر ما قيل هنا الآن. المتحدث الأول أو المتحدثة ابتهال تحدثت عن دور الشباب والمرأة في الثورة السودانية دي تحديداً، وتكلمت عن دور الشباب السودانيين الموجودين في الخارج والدور اللي لعبوه من خلال استخدام السوشيال ميديا وبعض الغنوات المتاحة بالنسبة لهم لدعم العملية السلمية في السودان والثورة السلمية تحديدا. يعني هي اتكلمت عن مطالب الشباب، لا انحياز من قبل أو لا انجراف من قبل الشباب لتحقيق هذه المطالب، هي مطلب الحكومة الديمقراطية، الحكومة المدنية الديمقراطية، بالإضافة لمحاسبة رموز النظام السابق، وبالإضافة للحديث مع بعض الدول التي تقدم المساعدات العسكرية للحكومة العسكرية في السودان. المتحدث الثاني هو خالد أبو علي، تحدث عن محاولة دعم الميديا، right؟ بالعربي برضو بالإنجليزي اسمه ميديا. التحول من العملية الإعلامية المتحكم عليها النظام الحاكم في السودان والنظام البائد لبناء مؤسسة إعلامية هي تعبر عن آراء الشعب السوداني بصورة عامة. فالمتحدث الثالث أو الثالثة أمال تحدثت عن mental health، المشاكل الصحية تحديدا، الترجمة بتاعتها المشاكل الصحية. النقاط دي أنا سجلتها باللغة الإنجليزية وطالبوا إنه أقوم أتكلم عنها باللغة العربية. المشاكل العقلية تحديدا تحدثت عنها، هي صدمة، وتكلمت عن إنه المجتمع السوداني تحديدا هو مجتمع لا يتحدث عن الإشكاليات العقلية، لأن الحديث عن هذه أو هذا الموضوع هو شيء غير مقبول اجتماعيا، لأن المجتمع لا يتمتع ب الوعي، لا يتمتع بالمعرفة التي تتيح له المساحة للحديث عن هذه الإشكاليات. وهي أيضا تحدثت عن علامات الصدمة، هي على سبيل المثال الرغبة على الانتحار، الإحساس بالندم، عدم القدرة على النوم، ولوم الذات والإحساس بالندم،
وأيضا هي تحدثت عن أهمية الحوجة للحصول على المساعدات الطبية. وأولا في حد هو أصيب بهذه العلامات لمدة أكثر من 4 أسابيع يجب عليك البحث عن المساعدات. فأيضا هي تحدثت عن طرق العلاج، وهي ذكرت طريقتان. الطريقة الأولى هي العلاج الطبي، والطريقة الثانية هي therapy. I don't know how to translate that to Arabic. Therapy. بالتحدث. Yeah. So and then المتحدث الرابع هو محمد. ويعني أنا تحديدا محمد أنتمي لجيلك. أنا من الجيل الذي تم أدلجته وتم بناؤه حتى يؤمن بهذه العمليات العسكرية. العمليات العسكرية لم أنساك. Sorry. I will go back. وأنت محمد؟ Oh sorry. Two محمد. Okay, sorry. It's my fault. I think I screwed it up. هرجع لك انت. لكن محمد، يعني النقاط اللي انت استخدمت هذه في المسألة بتاعت بناء مؤسسات سياسية معينة، والمؤسسات السياسية دي مبنية على السياسات الرمزية التي تؤدلج المجتمع بحاله أو بأكمله، فهي نقاط جميلة للغاية. ودي الحاجات اللي نحن محتاجين نفكر فيها في المرحلة الانتقالية دي تحديدا، كيفية بناء أو إعادة أو التصدي للسياسات الرمزية زي ما أنت ذكرتها يا محمد. فالمجلس العسكري حاليا بيحاول إعادة إنتاج السياسات الرمزية للبقاء في السلطة، لكن تحديدا الشعب السوداني تجاوز المرحلة دي. الشعب السوداني واعي بمتطلبات المرحلة وبمتطلبات ما بعد المرحلة. لذلك أنا شخصيا ما أعتقد أنه الطيارة زي ما بقولوا قامت يعني. فبعد ذاك نيميري أيضا تحدث عن دور الشباب في الحراك في الثورة، ما قبل وما بعد نجاح الثورة تحديدا، وتحدث عن المعطيات السياسية التي تساهم في بناء الدولة السودانية، وأيضا أشار إلى أهمية تنظيم الشباب. وهو تحديدا اتطرق لنقطة أنا افتكرت إنها هي مهمة خالص، مسألة الأحزاب السياسية. أنا عايش في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا هي كأعظم دولة على وجه الأرض لديها حزبين سياسيين. يعني أنا عملت في الحزب الديمقراطي، وهو الشعب السوداني كله ممثل بكل إمكانية بكل مكوناته الاجتماعية تحت حزبين سياسيين. يعني فما بالك من الشعب السوداني 40 مليون نسمة لديه 300-400 حزب سياسي مسجل. I think that's too much. So anyways، دي نقطة مهمة جدا أشرت لها. وعن محاولة دعم الشباب حتى يلعبوا دورا أساسيا في بناء الدستور، وتحديدا صديقي وزميلي وأيضا هو my mentor نصر الدين، هو إنسان هو عنده دكتوراه في مجال القانون تحديدا القانون الدستوري، وهو عنده أنا آسف جدا إنه مبارح ما أتيحت لي فرصة أكون هنا علشان أحضر خطابه، لكن أنا متأكد إنه هو أيضا أشار لأهمية دعم الشباب حتى يلعبوا دور أساسي في عملية بناء الدستور للدولة السودانية. So مع ذلك أشكركم جزيل الشكر، وأنا سعيد أن أكون هون. بس عايز أقول لك إنه محمد ونمير عندهم مواعيد، هاي عشان كده لو في أسئلة اليوم نسألهم عشان يمشوا. بس لي محمد ونمير. السلام عليكم، حسن حمدون بريتش تيليكوم. سؤالي لباشمهندس خالد ونميري، وبرضو فيه لمحة كده لمحمد. لما نتكلم عن الإعلام، نحن نتكلم يعني البريزنتيشنز كلها بتتكلم عنه الإعلام يكون يهدف إنه يساعد إنه نكون دولة مبنية على أساس المواطنة، وإنه برضو الإعلام يبني حاجات يعني يكون independent.
فأنا عملت تشيك للويب سايت بتاع Department Culture Media and Sport، ولاحظت إنه عندهم 64 agency شغالة مع وزارة الإعلام كconsultancy research وكذا. فبس داير سؤالي تريجين في الراشونال بتاع استخدام ال 64 agency. طبعا في agencies بتاعة فيلم، في ثقافة، في إعلام، الناشونال تراست. فبتحس إنه الإعلام ما بس تحكم في الممبر ذاته، بس فهمين إنه من شفت الحاجة دي إنه الإعلام بحاول يجمع كل الثقافة والكلتشر والفيلم والموسيقى زي ما قال محمد، بحيث إنه الوزارة دي تقدر تصهر الحاجات دي مع بعض، ويكون الإعلام بيقدر يمثل الفاليوز بتاعت البلد. رأيكم شنو في الفهم ده، وكيف ممكن نحن نبني حاجة مشابهة للحاجة دي؟ لو سمحت لي أنا ممكن أرد في جزء، ممكن كان أستاذ خالد يعني ممكن يرد على جزئية، وبرضو محمد لو حابب إنه يشارك. لكن أنت بتتحدث الآن الإعلام بتقسم لقسمين طبعا، في إعلام بيقوم بدور التثقيف والتوعية وبناء المجتمع، وده ما بالضرورة يكون مؤدلج يعني، اللي هو بيجيه فن معين عنده بنية معينة ثقافية يقوم ببنائها، بتخطط له خطط واستراتيجيات بناء على التمويل اللي بيصل له ده يعني. وفي الإعلام الممنهج المؤدلج ده بكون من أجل التقييم وتغبيش الوعي، وده بيدفع له أكتر بحيث إنه يساعد الحكومات في الـ الاستمرار بدون ما يكون هنالك في عمل حقيقي يعني، بحاول إنه يجعل منها حكومات راشدة وفي الوقت نفسه هي حكومات غير راشدة، وده بيلعبوا فيه أدوار دائما الناس اللي ما عندهم علاقة بالإعلام. أنا لما ذكرت لك تحولت إلى مجال الصحة، لأنه وجدت مجال الإعلام كل شخص ممكن عنده صفحة في الفيسبوك بيعرف نفسه هو إعلامي. ولو سألته الفرق بين التحقيق الصحفي وبين التقرير الصحفي مؤكد ما بيعرف الكلام ده. فده الشيء ممكن أنا أخوض نفسي في كومبيتيشن مع أشخاص مثلا في وقت الصحافة اللي أنت بتتحدث عنها الآن ما مطلوبة، اللي هي صحافة التثقيف والتوعية وترميم المجتمعات، الآن ما بيتم دعمها حتى يتم بناء هذه المجتمعات، وبركزوا على هؤلاء الأشخاص مدفوعي الأجر، ودين ما عندهم علاقة أصلاً بالمهنة وما ما ما بتعمل لهم يعني، بالنسبة لهم ما فقدوا حاجة يعني، حتى لو أنت صنفت إنه صحفي مأجور لا هو ما بتعني له حاجة أصلاً يعني. بيختلف من الصحفي اللي بتكون دي مهنته وبتكون قلمه وبتكون ضميره، فالموضوع بيختلف تماماً. ده الحاصل تماماً بالنسبة لي أنا فيما يخص الإعلام التثقيفي والإعلام مدفوع الأجر. محمد عايز تضيف أي حاجة؟ سريع لو فهمت، لو فهمت سؤال يعني، أنت بتسعى كده لإيجاد نموذج إعلامي كده بيكون ناشر للثقافة المحلية أكثر من إنه يكون معبر عن كيانات محددة أو حاجة بشكل ده، صح؟ ايوه انا كان قصدي، بس لاحظت انه الاعلام المتكامل لازم ينبني عليه اسس ثقافيه وفنيه وسينمائيه. فلما لاحظت للحاجه كيف اليوكي عملت الحاجه دي، صهروا الحاجات دي كلها، بحيث انه وزاره الاعلام في وزارات في مؤسسات و policy institutions supporting الوزارة شديد في الموضوع ده. example الناشونال تراست، لو عملت subscription في الناشونال تراست في اليوكي ممكن تزور كل الكاسلز في سكوتلاند وين 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 free. ده جزء من وزارة الإعلام، فده بيصب في النقطة بتاعت إنه الفن لازم يكون أداة لتكوين إعلام لدولة. طيب أنا حدي رد جينيريك كده عام، يمكن يكون الإطار بتاعه عام، لكن بعدك ممكن نتكلم أنا وإنت في تفاصيل أوسع. أنا بفتكر إنه لخلق أي نوع من التغيير سواء في الاتجاه الإيجابي أو في الاتجاه السلبي في المعروض إعلامياً، لازم تفكر في البوليتيكال إيكونومي ذاته اللي هي الاقتصاد السياسي اللي جاب الإعلام ده. في نموذج كده بتاع الرائع جداً بروفيسور نوم شومسكي اسمه البروباغاندا مودو، أنا معتنق النموذج تماماً، إنه جميع
الهيئات والبوديز الإعلامية دي هي أساسا في الحقيقة حكر لمن لديه المال في اللحظة الفلانية لأصحاب المنافع. إذا كان عاوز تحدث أي تغيير في المنتوج الإعلامي ده، أول حاجة أنت مفروض تغير الشيب بتاع السوسايتي كله، الباور بدل ما تكون أو القوة بدل ما تكون متركزة في أيادي محددة هي اللي بيدها في النهاية تشكيل ونحت المنتوج الإعلامي اللي عاوزين نصدره. لا بالعكس، الإعلام بيكون معبر عن القوى المتفرقة دي الموجودة في اتجاهات مختلفة. فالتغيير ما بيكون في الإعلام، ما بتبدأ من فوق، بتبدأ في التغيير مجتمعي من تحت، وتحدث نوع من التغيير الحقيقي في ميزان القوى وتوزيع الثروات، حتى بعد ذلك ده بيظهر في السطح في شكل التغير في المنتوج الإعلامي. واحد اثنين، الإعلام هو مثلا زي ما في الاقتصاد وفي المعروضات العامة في موضوع بتاع عرض وطلب، في الإعلام برضو في عرض وطلب. أي إعلام بيطلع منتوج لا يوافق الهوى العام ده حيتلغي تماما، هو حيعيش كده فترة وحيذوب تماما. انت لو عاوز تغير المحتوى ده، الافضل انك تشتغل على الفاليوز بتاعت السوسايتي نفسها، بحيث انه ده يكون ضل الطلب والهالة الإعلامية تيجي تعمل العرض الملائم له. ان شاء الله ما اكون طلعت اوف بوينت. الحديث عن الإعلام اللي تعرض عند الأخ خالد هو تكلم عن الشيء المثالي المفروض يكون عليه الإعلام، وطرح إنه الدولة تكون طرف في الإعلام. في السودان زمان كانت الإعلام كان هو الصحف، كانت في إعلام حر، أحمد يوسف هاشم، بشير محمد سعيد، مكي، الناس كانوا كلهم أنشأوا صحفهم وكان إعلامهم حر، وجاءت فترة الحكومة استولت على كل حي. أي حكومة تجي في السودان، حتى الحكومات الحزبية بتحاول تسيطر على الإعلام، فدي واحدة. الحاجة الثانية، أي إعلام عشان يكون حر عايز إمكانيات خاصة، بالذات في هذا الزمن، الزمن اختلف. يعني هسه الإعلام بقى إمبراطوريات، أي إمكانية لإعلام لازم يكون في إمبراطوريات، ولازم يكون في حسابات أخرى ما ذكرت، التمويل، الإعلانات، الأشياء دي هي المؤثرة على استمرار الإعلام. الصحف الكبيرة ووسائل الإعلام الكبيرة كلها بتعتمد على هذه الأشياء، بغض النظر عن اتجاهها السياسي سواء كانت حرة أو كانت موجهة. فنرجو إنك تدينا فكرة عن الموضوع ده شوية. شكرا. طيب، طبيعة الإعلام، طبعا النموذج ذكره أستاذ خالد هو ما من السهل إنه يطبق في السودان، يعني إلا إذا مثلا جاءت دولة جديدة زي ما أنا ذكرت قبل، إنه تمد المنظمات بنفس القدر اللي ممكن تمد به الأحزاب، يعني دولة بتنظر للناس كلها على مسافة واحدة يعني، ودي الدولة الحقيقية، ودي بتحتاج شغل كثير جدا يعني. لكن المشكل ليس في المال فقط، يعني اللي بيعمل القناة، المنتوج نفسه هو اللي عايز شغل. يعني الآن تأهيل الكوادر بحيث أنه يصبح إعلامي قدير أو يصبح صحفي قدير، دي الآن هي ما موجودة. فأنا لو قمت مثلا وجهت صحفي وإعلامي حقيقي وهو غير مثلا طريقة حاجاته، ده بيبقى أنه أنا ماشي في الخط، إلا أنا غيرتها قدرت أغير اتجاهات الحاجة دي لحاجة أسوأ. ولكن بتبقى المشكلة الأكبر في أنه الآن اللي بيسمى إعلام هي عبارة عن كاميرات خلف أشخاص، ده كله أنت ما ممكن تسميه إعلام ولا صحافة، ممكن تسميه أي حاجة تانية. لكن الإعلام الحقيقي بيعتمد على قدرة الأشخاص نفسهم في إنتاج البرامج. إذا كانت هنالك برامج حقيقية والبرامج دي فعلا، يعني مثلا زي البرنامج اللي ذكره محمد كمال في ساحات الفداء، البرنامج ده فعلا برنامج إعلامي حقيقي قدر يطلع الحاجة اللي هو عايز يطلعها. لكن في النهاية أيوة،
فالآن عندنا موجود الآن هو ما بيسمى إعلام. يعني أنت الآن السوشيال ميديا شوف أي صحفي الآن بيتكلم باسم صحفي أو إعلامي في القنوات بتلقاه بيستقي المعلومات المتماهية مع ثقافة الشعب، يعني مع ثقافة الناس، بنفس المعلومات الموجودة في السوشيال ميديا الموجودة عند أي شخص هي نفس المعلومات اللي بيذكرها في التلفزيون، ولو فتحت الحدث بتلقى نفس المعلومات الموجودة في الجزيرة. وده دليل على إنه الصحفي ذاته مقدم البرنامج أو مقدم ما قاعد هو بيستعين بمصادر حقيقة بحيث إنه يملك النازل معلومات قد تخلق تحول في الحدث الفلاني. يعني فدي المشكلة الآن هو في إنه التولز الموجودة ذاتها تسمى إعلام ولكن لا يوجد إعلام حقيقي مثل الذكر أستاذ خالد عشان يكون مثال للدولة الجديدة الممكن ترتقي بكوادرها بحيث إنه يكون فعلا في رسالة موجهة لصالح المجتمع. في أي سؤال لخالد لنيميري أو نعم. محمد؟ فضل أنت يا اولا عايزه ابدا بموضوع الاعلام. الكلام عن الاعلام في الوقت الحالي في السودان واللي بيحصل فكرني ببدايه الثوره في مصر وازاي في الايام الاولى لما كان في ملايين من الناس في الشارع كان التلفزيون المصري اللي هو خاضع للسيطرة بتاعة الرجيم السابق كان جايب صورة المنظر رومانسي على النيل في الوقت اللي كانت الملايين فيه في الشارع. ف just reminded me that. وعايزة أريفير لنقطة قلتها، دايما بنتكلم على الإعلام هنا في اليو كي كأنه حاجة نموذجية بنبص لها. طبعا هو في فرق كبير والإعلام الأوروبي والعالمي بيلعب دور كبير في نشر الحقائق اللي بتخفى بشكل كبير في بلادنا وخصوصا في أثناء الثورة والحروب، ولكن برضو في حاجات مهمة لازم نبص عليها هنا مهواش نموذج كامل. يعني مثلا الإعلام هنا في اليو كي بيلعب دور كبير برضو بشكل آخر من الناحية التانية لما نيجي نتكلم خصوصا في ظل ارتفاع الإسلاموفوبيا والتطرف اليميني والright wing politicians are also on the rise all these issues. مثلا لو بصينا على موضوع زي اللاجئين والمهاجرين سودانيين وكل وخاصة في البلاد اللي هي اللي مرت بالعرب uprising أو الربيع العربي دايما linking those issues with الإرهاب و it affects المهاجرين اللي جايين من البلاد دي وخصوصا المرأة وخصوصا المرأة المسلمة وخاصة بوضع الحجاب. السؤال عايز أقوله بالنسبة للميديا إزاي how the negative wrong impression given by the Western media about refugees and migrants who are coming from those countries can affect the role that we as a communities can play here to support others in our countries. دي حاجة. حاجة تانية بالنسبة للتروما والسيكشوال فايلنس بس عاوز أقول إن الأستاذة أمال شرحت إزاي we can get help here or people can get help here in UK بس it's so important to actually also realize الهلب اللي الناس محتاجها في بلد زي في السودان دلوقتي بعد كل الجرائم الاغتصاب والسيكشوال and gender-based violence اللي احنا شفنا. It's really important. وعايزة بس ريفير لمثل زي نادية مراد اللي هي كانت واحدة من الأيزيديات في العراق اللي تعرضت لواحدة من ألاف النساء اللي تعرضوا لجرائم اغتصاب و sexual and gender-based violence من داعش، ولكن بالرعاية والسبورت اللي هي قدرت تلاقيه من أول resettlement projects اللي هم بيجبوها من البلد اللي حصل فيها كده لبلد تانية أوروبية تاخد كل الرعاية اللي محتاجاها وتتحول من امرأة اغتصبت واشترت وباعت عدة مرات لامرأة حاصلة على جائزة نوبل وبتلعب دور في بناء السلام وحل النزاع و promotion of human rights. سؤال أخير صغير معلش، بالنسبة لدور الشباب بتتكلم على طبعا الشباب هم جزء من المشكلة وهم طبعا أوصوا جزء من الحل ولازم يتشافوا إن هم جزء من الحل، بس كنت حابة أسألك if you can expand a bit about دور المرأة within الجروب بتاع الشباب ده as well لأنه هي المرأة برضو نص الشباب وهي كأنها هي أوصوا نص المجتمع. وبالنسبة للانترفيوز اللي انت عملتها recently في السودان كم مرأة يعني كنت عملت معها انترفيو؟ شكرا وأسف على المطولة.
طيب ممكن ناخذ ثاني اخر سؤالين عشان الجماعه دي لازم يطلعوا يمشوا. تفضلي. هلا. يا حاجيكي. تفضلي. تفضلي. فتح كده. منى بشير. بسأل الأستاذ نميري عن هي الخطوات العملية والبراكتيكال لأنه تستعمل أدب عشان ما تعيد تأهيل الشباب. شكرا. السؤال هناك. الخطوات العملية. أيوة على أرض الواقع ممكن نتبع عشان ما تعيد تأهيل أنت قلت نستعمل تعيد تأهيل الشباب عن طريق الأدب، لكن الخطوات العملية شنو البراكتيكال في أرض الواقع؟ شكرا. My question is for Mr. Kamal, Kamal Aldin. You mentioned music being used as a propaganda tool to manipulate and misguide people of your generation. What prevent the tools that is being used today, as the videos and all these this portray of freedom, that the vivid environment حقت الثورة بتاعت ال euphoric feeling إنه في something new is about to happen. What prevent the youth of today from not being misled again, and that can be used as a tool again, but this time only to serve the opposing camp, الكامب بتاع حرية سلام عدالة. What prevent us from being misled again? اللي بيمنع شنو إنه تاني the opposing camp للرجيم القديم, why they will still do the same? I personally think the videos that is coming from Sudan recently has been deliberately manipulated to emotionally كده ربط الناس اللي عايشين برا and to make us feel إنه في كتل في السودان some serious كتل. I'm not saying إنه في السودان ما في كتل. Okay, I'm not saying إنه في السودان ما في ناس بتموت, لكن إذا أي زول سأل زول ريسنتلي جاي من السودان حيقول لكم الحياة في السودان ماشية طبيعي, وناس الجنجويد قاعدين منتشرين, الجنجويد منتشرين في الشوارع, لكن there is no actual fire exchange زي ما إحنا اتخيلنا في اليوم الأول في العيد. يعني أنا متأكدة إنه في ناس will agree with me. أول يوم إحنا شفنا الفيديوهات الجاية من السودان, أول يوم جانا التصور إنه ما ممكن تطلع من بيتك في الشارع, حتموت, حتجيك طلقة. لكن this is not what's really happening. Okay, people are going about with their life. ما في طلقة بتجيك طايشة. شكرا. لكن في tools again is being used for serving different purposes this time. شكرا. Do you agree with me? شكرا for أسئلة نديهم فرصة يجاوب. طيب ده الرد بالعرب ولا بالإنجليزي؟ ولا ميكس؟ يعني ميكس and match. طيب أوكي. أنا الرد بالنسبة لي سهل جدا. الإنقاذ لما استخدم الحملة التجيشية وسياساته الرمزية دي كان عنده ماكينة إعلامية هائلة ضخمة جدا جدا, عندها موظفينا وعندها التقنيين العارفين جدا أو الملقين ومنهجيات التعامل مع السياسات الرمزية, وعندها شعراء وعندها كتابة وعندها الباحثين الاجتماعيين اللي بيعرفوا كيف يستخدموا بحوثهم في غير إرادة الشعب. هل القوى الحرية والتغيير أو whatever الكيان الحالي الشغال لوجيستي, بس كيان لوجيستي, هل هو عنده الهالة الإعلامية دي ولا ده الشعب السوداني بذات نفسه هو اللي قاعد يطلع الحياة دي؟ ده السؤال. يعني مجرد ما رد على السؤال ده خلاص اعتقد اذا, لان المنتوج اللي انت بتتكلم عنه ده المنتوج السوداني الخالص, يعني ده الشعب ذاته بيعبر عن الاشياء, وشعب ما ريجوليتد, شعب ما ريجوليتد, ما مقنن زي وسائل الاعلام. السوشيال ميديا مفتوحه تماما لانه اي زول يقول حاجاته, واتس اب تو يو whether you want to believe social media or not. المبحث هنا ما كان عن السوشيال ميديا, كان عن القنوات الرسمية اللي بيحصل فيها نوع من الاحتكار الدولتي, وبيقدروا يمرروا من خلال الرسائل. عمره أنا بالنسبة لي عمره قبل ما تجي قناة سودان بكرة أو أي حاجة بشكل ده ما كان في
وقناة يعني كان اسمه شنو سودان بكرة دي ذاتها القدرة المادية بتاعتها ضعيفة جدا. قبل سودان بكرة دي ما كان في أي كيان إعلامي مضاد للسياسات الرمزية دي نهائيا. السوشيال ميديا ده لونج ديبيت بيرجع لك أنت الحق في أنك تاخد الحياة دي زي ما بقوله فيس فاليو كده زي ما هي أو ما تاخدها زي ما هي. لكن ما في جهة بعينة جهة رسمية تلام على تصدير المسجات دي يعني. محمد نسمع من نيميري ردوا على السؤالين قبل. أنا طيب بالنسبة لقصر الوقت يعني حارد على السؤال إنه المشاركة بتاعت المرأة دائما نحن نتكلم عن الشباب بنتكلم عن الجنسين دائما قاعدين نقول كلمة الجنسين دي بمعنى إنه الشاب عنده دور والشابة عندها دور يعني الزغروطة نحن هناك بتلعب دور كبير جدا يعني. فحتى المبيت في دائرة الاعتصام زي ما ذكرت الأستاذة نحن البنات طلعوا من الصندوق القديم فبيجوا بيتوا مع الأولاد عشان يترسوا مستقبلهم. المبيت شكله عبارة عن تبادل معلومات وثقافة لحد ما يجي الصباح بعد ذلك بتجي شفتة الصباح والشابات والشباب دير بيمشي بنومه وهكذا يعني. المسألة ما مسألة إحصاء 10 أولاد مع 10 بنات ولكن بتتكلم عن المنتوج إنه البنات بيقدموا قدر شنو يعني في الثورة دي يعني يعني دوره شنو بالضبط كده يعني. فبتلقي انه الدور مقابل تماما للشاب. صحيح اي شخص عنده قدره الشاب ممكن عنده قدره على حاجات كثيره الشابه ما بتقدر عليها وكذلك الشاب عندها حاجات كثيره بتقوم بها في الثوره الشاب ما بيقدر عليها وبالتالي تبادل هذه الادوار خلانا نقول الثابت الوحيد هم الشباب بدون ما نعرفها شابات وكده يعني. ده فيما يخص السؤال الأخير. السؤال الأول والثاني كله بيتعلق بالأستاذة وأستاذ خالد. فيما يخص الأدب نتحدث عن الأدب ليس الرواية فقط يعني ولا القصة القصيرة ولا الومضة ولا الشعر يعني ولا القصائد. الأدب ده موسوعة يعني الآن الأغاني التي تداولها محمد في البحث وهو في الماجستير هي كانت من صميم الأدب هو فقط الفنانون قاموا بأداء هذه الكلمات كي تكون يعني سهلة للمتلقي عن طريق الألحان ولكن حقيقتها كانت شعر وأدب. والأدب دائما نحن زمان لما كنا صغار مندرس في الأدب في أنه بيعلمنا أنه السلوك بتاعنا يكون كيف في التعامل مع الكبار والصغار ويكون مادة دسمة جدا بالنسبة لنا. طيب أنه نطبقه كيف نحن الآن عندنا حاجة واحدة معروفة لكل الناس اللي هي الطريقة الوحيدة اللي أنت ممكن تتوصل بها الأدب للمتلقي غير القراءة اللي هو التعليم في أنه يكون من المواد المهمة جدا وتنتشر من الفصول الصغيرة لحد الجامعة. والمسألة دي الآن ما متوفرة بصورة كبيرة. الآن الأدب محصور في القراءة بتحت الموهبة إنه أنا بقرأ روايات وكده هنا لكن المسألة لما تكون ممنهجة على إنك أنت توصل الحاجة اللي عايز توصلها عن طريق الأدب بالتالي بتقدر تضمن أعداد كبيرة جدا من المتلقيين عبر هذه المؤسسات. ده لو عرفنا الأدب بشكله الكبير وليس الروايات المتداولة في شكل القصص المقروءة. طيب شكرا يعني بس ثاني بس انا ما قاعد استغل يعني حاجينا انا بس داير السيشن ده هاخد لك السلايد بتاعت محمد لسه لكن طبعا انتوا قعدتوا فتره طويله لو لاحظتوا لكم السيشن ده طويل فيا ريت لو كلكم تجيفوا كده منها تشدوا عضلاتكم شويه ودي حاجه سيكولوجيه كويسه على السيربي صح فيا ريت يجيزوا فيكم يجيف يا جماعه انا معلش اضطريت اقطع عليكم السيشن ده لسبب واحد بس لانه بنت لو مولود اللي شايفيننا بنت دي كانت قاعده هناك دي ماشي الشغل الصادق خلينا نكمل عليك الله البنت دي ماشي الشغل وولودة دي تعرفنا عليها في لندن هنا وقلنا دارين فولنتير وجاتنا فولنتير وانا ما بعرفه والله قبل ما اشوفه مش معنى كده يعني اذا نيجاتيف سين حتى قرت في برايتون وانا ما قابلتها في برايتون لكن والله شيز فيري بولايت شفتوها براكون البنت دي بتجي من الصباح كل يوم لحد ما تخلص وتمشي من هنا على الشغل هسه انا قبطت من بعد ما قلت انت ماشي قلت لي ماشي الشغل قلت لها لازم ترجعي لا لان اقول لك شكرا جزيلا يا ام لودا وهي اذا ترو فولنتير والله سنجل بيري ما دفعنا لها واديكم مثال لحاجه اخيره جينا يوم ذاك هنا مع ميرفين ديزات وميرفين اي دونت ثينك يو بيكينج عربيك ناو بت وي كيم عشان نشوف الغرفه وكده
هي فهمت انه مواعيد، تجي تشوف الغرفه انه اليوم الثاني، مع انك انا رسلت لها المسج الساعه 1 صباحا، فهنا ما قلت لها تمور افتكرتها بكره. لما نحن في خلاص خلصنا ومشينا نشرب قهوه قلنا لا يا اخي، قالت لما قايله بكره، قلنا لا ركبت بعد دجاج. يعني الكوست اوف ترانسبورتيشن بس ليوم لودة دي ممكن يكون 100 باونس، وده كله عملته فولنتير والله. نحن والله يا ام لودة بيقول لك شكرا جزيلا، وانت از ا جود اكزامبل اوف اليانج جينيريشنز والله. تعالي يا ام لودة، نحن حندي ام لودة دي حاجتين لحد ما نلقى لك وظيفه ان شاء الله في الجامعه يا ام لودة. لكن لو حاجه دارت ديها ليها، ده اول كتاب للدياسبورا، الكتاب ده انتشر ولسه ما في اوت اوف برنت. الكتاب ده قاعد في هارفارد وفي ام اي تي، ده اول كتاب للدياسبورا الاول، شايفينه؟ اسمه The Role of Diaspora in Technology Transfer and Achieving Sustainability. ده أول كتاب اتعمل قبل ما السودان ذاته يتفصل. الكتاب ده ما موجود. فإحنا هنديك النسخة دي، وتعالي يا عمرودي كاتبين لك شيء الآتي. النسخة دي تلقاها في المكتبة الثانية. ما في بالقروش ما في. ودلك بسم الله الرحمن الرحيم لابنتنا الغالية أم لودة. You're such great and inspirational young girl with so much to offer in the greatest future. علام النور. وده أنا أقول لك يا أم لودة، خلص الكتاب يدش يلي منه. نحن لحد ما يحصل ان شاء الله المؤتمر الجاي ده حيكون يا في اديس ابابا يا في تونس، لو مشينا دي ولا دي الا اذا انت ما دايره، حنسفرك وحنقعدك وحتكون اول زول معرف المؤتمر، اول زول حنمشي انت قبل ما اقعد سكرتير لك تعال لك. شكرا لك جزيلا يا اخوي، ويا ريت تصوري مع الناس قبل ما تمشي، لان هي ماشيه خلاص شغلها ما حتلاقوها ثاني. يا ميرفي كان يو هاف ا كويك ون لانه وي ديستيرب السيشن. لكن قلت لها بتحضري محمد ده لانه برضه انسبيريشن لكن لو حضر لك السجن ده حخسر القروش طبعا. يلا كويكلي كويكلي يا جماعه كويكلي كويكلي عشان عندنا السجن هاي. والله كثيرين ابتهال وغيره، لكن انا ثبتها هي لانها هي ماشيه ما حتشوفها ثاني. خلاص شكرا لابتهال يا حد ما يشوف. شكرا يا ام لودة كلكم الاثنين يعني. للاثنين انتوا ما قصرتوا، انت حتتكلم عنك بعدين، هي ما خلاص ما بنقدر نتكلم عنها بعدين. انت كلامك بعدين. يلا يا ولد شكرا لك جزيلا يا شكرا لك يا بنحلم بفضاء اوسع، بنحلم بزمن اجمل، بلاد ميلاد بلاد ميلاد.